مشاهدينا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم المحبوب الو شيف اللي يدخل لديركم دائما من 1:30 لـ3 مباشره على قناه الشروق. كما عودناكم مشاهدينا كل يوم وصفه جديده، كل يوم اطباق جديده، كل يوم طرق تحضير جديده مع لي شيف اللي يكونوا حاضرين معنا. على بالنا باللي الطبخ دائما نتعرفوا فيه على حاجات جديده، نتعرفوا على اطباق جديده، على تدابير جديده يبروهم لنا لي شيف اللي نكونوا ما نعرفوهمش. رانا وحده راني نتعلم هنا في الطبخ. كما على بالكم دائما في الطبخ تاعنا ما نستغناوش على مارغارين الماني اللي تعطينا ذوق رائع للماكله تاعنا، وما وليناش نستغناو عنها خاصه انا في الدار ما تخطينيش. ونشكر امير اللي حرفقني ثاني طيله الموسم. كما راكم تشوفوا المطبخ تاعنا يبري يشعل غير بامير اللي ما نستغناوش عليه، سواء في الجبال ولا كي نغسلوا المعان تاعنا. كما على بالكم مشاهدينا دائما رانا هنا لكم من السبت للخميس، نجيو لكم اطباق جديده ووصفات جديده وبالطلبات تاعكم اللي نلبيوها لكم. اذا عندكم وصفه للاستفسار دائما نقول لكم تصلوا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه، رانا هنا باش نستقبلوا دائما الاتصالات تاعكم ونعرفوا الطلبات تاعكم والاستفسارات تاعكم، ولا كي ديروا وصفه والخلل اللي عندكم واش ما تنجح لكمش فيها، واش من وصفه اللي ما تقدروش ديروها. اليوم كاين وصفه اللي طلبتوها بزاف، يعني زوج وصفات اللي طلبتوها نتوما بزاف، لكن وصفه وحده اللي طلبتوها بزاف منا وما تنجح لكمش كامل. انا مانيش حنقولها لكم، نخليها لكم مفاجاه، كتبوا معنا شي راح تعرفوها. مشاهدينا دائما نقولوا لنا ما نلحقوش بكم، نشوفكم متاخرين، كاين اللي طرح لهم تريسيتي، كاين اللي سينيال ناقص على بالنا، وكاين اللي يشوفونا ثاني في اللايف جاهم ثقيل. نقول لكم ما تقلقوش وما تخافوش، المباشر راح يقعد دائما لاباج اوفيسيال الشروق تي في ولا في اليوتيوب، راح تلقاو العدد دائما موجود، تقدروا تعاودوا تشوفوه وتقدروا تعاودوا تبعثوا لنا ولا تشاركوا لنا. وراح تلقاو الوصفه الثانيه مكتوبه في لاباج تاع الشيف ناديه ولا الشيف هشام، شيف ناديه لاباج تاعها لاله مريم ولا الشيف هشام عالم كاستي على ما اظن. نوجه له تحيه الشيف هشام. قلت لكم كاين وصفه اللي طلبتوها بزاف وما تعرفتوش عليها، تعرفت عليها مع الشيف هشام، ولكن ناديه ثانيه راح جبتها لكم بطريقه خاصه بلمسه خاصه تاعها اللي هي بسكوي غولي. ما قدرتش نخبي عليكم وما قدرتش ما نحكي لكمش وما نقولكمش البسكوي غولي اللي راح يكون معنا. انعم راح يكون البسكوي غولي اللي طلبته بزاف بزاف بزاف، وصفه اللي كل واحد عنده مشكل، كاين اللي ما يدورلوش، كاين اللي ما يعرف كيفاش يديرو، كاين اللي ما يعرفش شحال يخليه يطيب، كاين اللي ما يعرفش المكونات واش فيه، كل واحد واش عنده خلل فيه. اليوم راهو العدد خاص ليكم باش تعرفوا على البسكوي غولي واش ديروا له واش ما ديرولوش باش ينجح لكم. راني هنا نستنى في اتصالاتكم وراني منتظر فيهم بشوق، وراني مشتاقه لاتصالاتكم وتوحشتكم كامل كامل كامل. ماذا بيا اليوم نفريوها تاع البسكوي غولي هذه اللي ما يدور لهاش، اللي ما يطيب لهاش، اللي ما يطلع لهاش، اللي ما تعرفش دير لها كخام، اللي ما تعرفش تدورو، اللي ما تعرفش تقطعو، اللي ما تعرفش شحال يطيب لها، اللي يلصق لها. اليوم نفريو المشكل تاع البسكوي غولي وماذا بيا ينجح لكم كامل 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 البسكوي غولي. اتصلوا بيا على الرقم ظهر اسفل الشاشه، ودائما نذكركم بها 023 70 92 94 ولا 023 70 92. رانا هنا دائما باش نبيو لكم الطلب تاعكم والخدمه تاعكم. قناة الشروق بقاو ليها دائما اوفياء، دائما نوصيكم خاصة برنامج الو شيف اللي راهو دائما برنامجكم محبوب ويجيب لكم وصفاتكم اللي تحبوها وتعودتوا عليها. واش حنقول لكم؟ ابقاو لانه كاين مفاجأة كبيرة لكم بسكوي غولي كيفاش راح ديروه بطريقة سهلة 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 وجد بسيطة. عندي اتصال، استقبل اول اتصال. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. واش راكي الاخت نيفين؟ ولا غير بخير الحمد لله، وانت واش راكي؟ الحمد لله منوره في النشاطه. منوره باتصالك حبيبتي. اي حنونه. راكي بخير؟ واش راهي العائله؟ سؤال عليكم. يسلمك حنونه تعيشي. يسلمك حبيبتي، واش رايك في الوصفات؟ واش راكي تجربي؟ نجرب دايما. يعطيك الصحة حبيبتي، بوسي لنا الكتكوت اللي راهو معاك اللي راني نسمع فيه. وليدي بوسي من النار، ربي يخليه لك ان شاء الله ويحفظه لك. عندك وصفه حابه تشوفيها معنا؟ اليوم قلت على قلبي رولي البسكوي غولي، قلت لكم راح يكون مفاجاه، تابعونا اليوم. ما شاء الله. شكرا حبيبتي، يعطيك الصحه نورتينا. يسلمك. نطلب منك حاجه الاخت نيفين. طلبي طبعا تفضلي. اليوم وليدي غلق العام باش نقول له ديديكات. عيد ميلاد سعيد علينا الازم برك. يسلمك محمد ياسين، سلامتي محمد ياسين. محمد ياسين عيد ميلاد سعيد. محمد ياسين ربي يطول في عمرك وينجحوا لك ان شاء الله. ان شاء الله حنونه. شكرا حبيبتي. انا كيف كنتكم؟ ما معناه اني فرحانه كيف كنتينا ونورتينا خاصه في عيد ميلاد وليدك. يسلمك حبيبتي. عيشي حبيبتي، تبقى على خير. عيا بسلامه.
سلطانة المطبخ نورتني بالأبيض النور شعل في الاستوديو. شكرا جزيلا يا دانورك حبيبتي يا ربي يدوي أيامك صعبة وانتي مليحة. لا غير الحمد لله يعيشك سوال عليك طولت عليك وحشتك ونورتيني. كنت هنا برك نوزل على بالي حبيبتي تفضلي. أنا يعني ما قدرتش نخبي عليهم قلت لهم بلي كاين بيسكوي ولا معليش ما قدرتش تعرفيني ما قدرتش نشد. لا معليش ما فيهاش مشكل. اليوم عندنا أرز برازيلي نسافروا نسافروا شويه على المطاعم المغلوقين احنا نسافروا بالاوكولات نسافروا نادية جابونيه راح تسافر بينا ونروحوا حندير ارز برازيلي بالحوت والخضار وحندير بسكوي غولي بسكوي كوكو يعني بذوق نوات كوكو صح اللي نحبوا انا نوات كوكو جو سي با اللي تحبين نوات كوكو ما تحبوش هذا تفكرت هذاك بي بنتك ما تحبوش انا حندير بسكوي كوكو هما في الدار يديروا الادواق اللي راهم حابين نبداو لو بلا تاعنا بسم الله قبل ما نبداو نذكروهم بيان سور كارني وستيلو وبداو تماركيو الوصفات اللي انا قلت لهم نادي قلت لهم اليوم نفريوها البسكوي غولي اليوم نفريوها معاه ان شاء الله ان شاء الله اليوم كامل ينجح لهم ونفريوها ولا ما فريناهاش لازم نقعد نعاود لهم فيه حتى يفرى انا ما ندير اليوم نفريوها ويديروا ينجح لهم كامل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نبداو الوصفات بسم الله بيان سور بسم الله عندنا للارز هدايا نسحق حوت لهنا الحوت نيمبورت بياس عندكم انا لهنا خيرت دي فيلي سول شويه تاع كروفيت و اون ترانش تاع اسبادون نتوما في الدار الباسون اللي حبيتو ميم لا حبيتو تستعملو باسون كونجلي تقدروا تستعملوه بيان سور باسكو على بالنا لو بري تاع الحوت راهو بزاف غالي انا لهنايا عندي دي كروفيت فريش وعندي لسبادون فري لكن حبيت نزكيه بهاد لي فيلي سول ما راهمش غاليين زوج حبات ولا ثلاثه حبيبات يديروا لكم ان بلا كونسيستان عندي لهنا الفلفل الفلفل انا خيرت بالالوان باش يزيد يبهي لي لو بلا تاعي وكما نعرفوا الفلفل الحمر عنده بنه حيمد لي طعم رائع للارز ديالي عندي خضر احمر واصفر في الدار تقدروا تستعملوا اي فلفل عندكم عندي حبه تاع البصل زوج ملاعق طماطم مصبره كمون ثوم ثلاثه سنين ثوم فلفل عكري عندي الحشيش وعندي الرز لهنا الرز عندي مفور لوغي باسماتي عندي كيلة تاع الرز نتوما في الدار بيان سور يا تنقصوا يا تزيدوا في الكيلة تاع الرز عندي زوج حبات طماطم كبار كنت سكرفشتهم غابيتهم سكرفشتهم لا توما دائما كي طيبوا بها خيروها تكون طايبه باش لاصوص تاعكم تجي شابه عندي كريمه سائله اللي حنضيفها للمرق ديالي الكريمه سائله اللي هي لا كريم فريش اللي نطيبوا بها كاين اللي يقول لك شنو هي لا ديفيرونس بين اللي نطيبوا بها ونخدموا بها الكاطو اللي نطيبوا بها تقدر تكون 10% ماتيير غراس مواد دسمه اللي تلقاوها 10% مواد دسمه معناتها راهي تاع الطياب ما تطلع لكمش لي كاطو لي كاطو لازم تكون دسمه من فوق 35% اللي كاين في هنا بزاف دزاير كاين فوق 35% هذيك نستعملوها للحلويات كاين وحده ليجير اللي ما يحبش حاجه باش تجيه دسمه 10% هذيك هي اللي نطيبوا بها هذه هي لا ديفيرونس ما بين تاع الطياب وتاع القطوات لهنا بيان سور كريم فخاش اللي يحب يستغنى عليها يستغنى عليها اللي عنده لو لي دو كوكو حليب نوات كوكو هكا يقولوا يديروا لهاد الوصفه بزاف بنين انا ما حبيتش نديروا في هاد الوصفه لانه ماشي كامل عندهم لوليد كوكو واليوم انا اصلا ما لقيتوش دونك عوضته بكريم فخاش اللي عنده لوليد كوكو حيجي الطعم تاعها بزاف رائع تاع لهاد الارز يسلمك تعيشي نبداو بالوصفه تاعنا بسم الله لهنايا واش ندير واش نعطيك ندير الزيت كما على بالنا الحوت ما يشدش في الطياب الروح تاعو قليله كما يقولوا ما نقليش به نقلي كامل كي قريب يطيبوا كاع المقادير باش ندير الحوت ديالي يعني. نستقبلوا اتصال الو مساء الخير الو مساء النور مساء الورد والياسمين واش راكي لاباس ولا غير بخير الحمد لله وانتيا لاباس نيفين واش راك نوره الشاشه سلمك حبيبتي نور تصلك الله يبارك سلمك تعيشي الله ما شاف ناديه الابيض خرج عليها ما شاء الله ولا غير دواها دخلت دواتني يعيشك هاني فضيله من دخولها فضيله من دخولها واش راكي واش راه من العائله تاعكم شاب الحوال الحمد لله الحمد لله يا ربي واش راكي تجربي وصفات تفضلي مساء الخير واش راكي لاباس والله غير الحمد لله الحمد لله يعيشك كاش وصفات كاش ما راكي طبقي كاش ما عاجبك كاش ما والله غير الحمد لله نادية لاباس صافا سوال عليكم انت يا لاباس والله غير الحمد لله واش من جملتكم انا نجربوا رانا نديروا واش دير الحمد لله ام عاجبينك الوصفات والله غير الحمد لله سمحوا لنا على التعب نتاعكم اللي تعبوه معانا تعبكم راحة حبيبتي ما فيش تعب والله غير ما شاء الله بنتي ما شاء الله يعيشك تعيشي ربي يخليك عندك وصفة حابة تشوفها مع شاف نادية لا ولا غير موفين مكفيين
الحمد لله يا رب، يعني كنا عارفين بلي ندير لكم قرش تحبوا تهلا في ارواحكم. يسلمك تعيشي، شكرا على اتصالك. اسمحي لي اسمعي لي، راح نسلم على جيراني رزيقه ماريه وبناتي وعرايسي. الله يكون يسمعوا فيك. سلمك بقى على خير تعيش. يا ربي يعاونكم. سلمك. نرجع لك شفنا اليوم. شكرا نيفين. لهنا درت الزيت يسخن شويه ونحط الحبه تاع البصل ديالي. لهنا كما قلت لهم ماشي كيما اللحم ولا الدجاج نسبقو نقليو به، الحوت ما فيهش الروح، لو كان نديرو من دوكا هو يطيب حيتحرحر لي، دونك نخليه اون ديرني. ومن بعد تشوفوا معايا وقتاش انا راح ندير الحوت. هنا ندير البصل يتقلى مع الثوم. نبي نفضلك الملح والفلفل الكحل طبعا. يتقلى شويه هذا البصل مع الثوم. بعد ما يتقلى البصل والثوم تاعنا باش ندير لا طوماط كونسونطري والطوماط الملحيه. شوف هذا، شوف الكحل لا وقيله ما كاش تما لا لا وقيله هنا. شوف هنايا المهم هنايا ما كاش، كاين فلفل ابيض وقيله عطيني نعوضوا به. راهو هو الثالث. هاو لك الثالث ما كاش الكحل هنا خلاص، لازم نروحوا للمارشي نشرو. طبعا عاد شحال ما احناش قضينا على اليوم. لهنا نسحق فلفل الكحل الكمون وفلفل عكري وطماطم مصبره بيان سور. لهنا كيما نعرفوا الحوت يحب الكمون، حنديروا شويه تاع الكمون. هذه الوصفه حنا بلي باغ نديروا الرز مي نديروا له بزاف خضار، ولكن نديروه بالحوت ما نديرولوش الخضار ولا فلفل ايتو، كنديروا له كنديروا له الفلفل ونزيدوا معاه الحوت الطعم تاعو حيجي رائع. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. انقطع الخط للاسف. عاودي اتصلي بنا. يغيدوني كي يحكموا جيس يحكموا كيما يقول يوصل البير وما يشربش فوالا. تفضلي دوك شويه ندير الملح. عطيني لا بلانش برك نقطع فعل تعيشي. الفلفل لهنا انا خيرت قلت لكم بلي كولور نون سيلمون الفلفل الاحمر الذوق تاعو بنين، نون سيلمون حيزيد كبير شويه. نخلي لهنا البصل يتقلى كيما قلت لكم، انا نحب نقلي الماكله باش ما تجيش طانطا، ما نحبش نشوف هذاك البصل كي نسقيو الماكله كاين ما يحبش يشوف هذاك البصل، دونك البصل تاعكم دائما قلوه مليح. لهنا عندي فلفل الاخضر، نتوما في الدار اللي عندكم غير حبيبه فلفل الاخضر ولا الاحمر ايتو تقدروا طيبوا بها. انا خيرت فلفل بليكولا، هي هذه الوصفه تجيب الفلفل بليكولا خصوصا الاحمر، لكن لما ماشي متواجد عندكم في البيت تقدروا تخدموا باللي عندكم في البيت. صحه. نتقبل اتصال. الو مساء الخير. مساء النور. مساء النور. شراكي لاباس؟ لاباس حرايا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. من هاكي تصلي بنا؟ من شلف. من شلف. مرحبا بك مرحبا بنات شلف، واش راكم بخير؟ لا لاباس الحمد لله. العائله كامل بخير؟ لا غير الحمد لله. الحمد لله يا ربي. واش راكم تجربوا وصفات؟ واش راكم ديروا؟ والله الحمد لله الله يبارك، راكم مكفيين ما شاء الله. الحمد لله. عندك وصفه حابة تشوفها مع الشيف ناديه؟ لا ولا ما شاء الله، راهي ما شاء الله انا نتبعها دائما وما شاء الله ما شاء الله. يعيشك حبيبتي. ربي يخليك تعيشي. شكرا. انت يا ما شاء الله كانت كانت معها زهره ودركا راك انت يا ما شاء الله. شكرا يعطيك الصحه زهره، نوجه لها تحيه كبيره. الله يسلمك يعيشك. يسلمك حبيبتي تعيش ربي يخليك. شكرا على اتصالك وان شاء الله نمشي اخر اتصال. مع السلامه. على خير. يسلمك. نرجع لك شيف. شكرا. لهنا ما درت والو، راني قطعت الفلفل، لو طون البصل تاعي يتحمس شويه. الفلفل لهنا نحمصو ما نخليهش يبان بزاف. كاين اللي حاجه يوم بيزار يقول لك كيفاش اون صوص تاع الحوت نديرو لها البصل. قلت لكم هاد لاصوص مختلفه شويه على الاخرين. نديروا لها الفلفل، ولي عندهم لو لي دو كوكو دو بريفيرونس. ما عندكمش تقدروا تعوضوه بكاس كريم فريش. قلت لكم انا ما لقيتوش في الاسواق، ما حبيت نصعبها لا عليا لا عليكم، لكن اللي عندها علبه في الدار تقدر تخدم به. اليوم درنا وصفات غير بالكوكو، ليت كوكو وبسكوي بالكوكو. نشوف كل شيء بالكوكو اليوم. لوليت كوكو حيمد واحد الكول الماكل نيفين. انا ما جامي دقتو بليت كوكو. يديروا دوق اكله هذه بليت كوكو. ما يجيش الطعم تاعو كامل تاع نوات كوكو لا تحسيلوش. نو ما تحسيلوش بصح يمد واحد البنه هكايا لل اكو تشوفوا يناديك فاش هذه كيما الامهات لا لا ما تحسيلوش كولي كولي لا لا ما تحسيلوش بالبنه. لهنا هذاك الابيض اللي يجي في الفلفل دائما نحيه، لانه هذاك البيض ديالي الداخل هي راح تلقلي المروره. شوفي ما شاء الله على الفلفل هذا ما شاء الله شحال منتوج جزائري. شوفي الحبه تاعو ما شاء الله.
ندخلوا اتصال. الو مساء الخير. بخير واش راكي بنتي؟ بخير لاباس الحمد لله. انت واش راكي؟ الحمد لله. واش راكي اختنا ديال بخير؟ الخير واش راكي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. عيشك صافا يسلمك بخير الحمد لله الحمد لله. من هاكي تصلي بينا؟ راني من بولوغين. مرحبا بك، تحيه كبيره ناس بولوغين. اول اتصال بولوغين ملي بدينا نورتينا. لاباس انا قاعده في الدار. الله يبارك فيك. ما تبانيش ما فهم لابو تاعك بني كبيره. مرا كبيره وانا عجوزه. والله ما تباني ناديه، تبان عجوزه. لا تباني ان صغيره مازال كيما حنا. شخصيه ولا غير عندك لابو تاع وحده صغيره؟ والله لا راهي صوبنات زوجات. الله يبارك ربي يطول في عمرك ان شاء الله ويكبر ثانيك ان شاء الله. نشكركم على الحصه تاعكم. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. طيب انا نخدم وانا كبيره وانا نشوف عندكم طيب. هي دائما في البرامج تاعنا، في البرنامج تاعنا نقول لكم احنا نجيب لكم وصفه باش نسهلوها عليكم، على بالي تتلف لنا قاعد اليوم واش نطيبوا واش نديروا واش من وصفه. صح جينا دائما باش نسهل لكم الوصفات باش تشوفوا، باش ما تتلف لكمش الفطو ولا العشاء بلا ما تعيطوا العائله واش درتي واش ما درتي اش اعطيني عاونيني، رانا هنا نسهلوها عليكم. بارك الله فيكم، راكم منورين. يسلمك على كل حال. منورين باتصالاتكم حبيبتي. يسلمك يسلمك تعيشك. بارك الله فيكم وحتى راكم ديروها يعني ما شاء الله الله يبارك. الحمد لله يا ربي رانا هنا باش نبيو كامل الطلبات تاعكم. يخليكم بالسلامة. يسلمك خالتي تبقى على خير بطول ان شاء الله يا ربي تبقى على خير. نرجع لك شاف. شكرا نيفين لهنا. هذه الفلفله هذه يا ناديه الله يبارك عليها. شتيها تقول فيها قريب. جزاك يا وحدي تقول كيلو فيها. ولا غير صح؟ تكون فيها واحد الرطل هذاك. كبيرة. كبيرة بزاف الله يبارك. لهنايا الفلفل الاحمر يمد الحلاوه لاصوص تاعي، سي بوغ سا خيرت الحبه الحمراء هي الكبيره فيهم. ناديه احنا دائما نقولوا احنا نعطيكم لاباس تاع الوصفه، ماشي لازم تقيدوا نتوما كيما احنا. عندك فلفل الاخضر تقدر ديريها غير بالفلفل الاخضر. انا ما تصعبهاش على روحي. فوالا ديريها غير بالفلفل الاحمر، ما تصعبيهاش على روحك. دوكا اللي عندها الفلفل وعندها الروس تلف لها تحكم كامل الموضوع ديروا الوصفه. وي دائما خفيفه. والحوت ماشي نلزوم عليهم يشرو الفخي، يقدروا يستعملوا كونجلي. حنا نعرفوا الحوت كونجلي ماهوش صحي، لكن اوني اوبليجي نتبعوا القدره الشرائيه تاعنا ونشريو قيس الجيب تاعنا. صح طبعا. دونك قلت لهم لهنا يقدروا ثاني يستعملوا لو ميرلون لهنا دو بريفيرونس، تستعملوا الحوت اللي ما فيهش الشوك. لهنا لو فيلي دو سول قلت لكم راهو السعر تاعو ماشي غالي. انا هادو لهنا فخي كروفيت نحيت لها الراس تاعها برك و اون ترونش دي سبادون. نتوما في الدار الا ما قدرتوش هادو ما تقدروا ديروا غير الفيلي دو سول، ولا تشرو هذاك الميرلون كونجلي ثاني ما فيهش الشوك، تقطعوه قطع صغيره وتضيفوه للمرق ديالكم. يعطيك الصحة. شكرا. كاينه وحده اللي بعثت لي الانستغرام البارح واليوم نسيت باش نعطيك تشوفي الميساج. داكوغ. اسمها لينا في الانستغرام بعثت لي جربت كامل الوصفات تاعك. كامل 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 صح وجاوب لها ما شاء الله. حتى ولات دائما تشوف البرنامج هي والاهل تاعها باباها ويماها. وتنوض جرب قالت لي ديجا شبه لها جابونيه كما هي. قالت لي ديجا قالت لي في الدار. قالت لي في الدار يعيطوا لي جابونيه. نزيد لك ما انا ميا حشات مارغارين ماني. قالت لي باش نحس روحي راني في الجو تاع الو شيف وراني معاكم. اسمها قلتي لي لينا. تحياتنا ليك لينا تاع انستغرام. ابقاي وفيه وجربي كاع الاطباق تاعنا وحاولي اتصلي بينا. ماذا بينا كاع واش درتي زيدي تكملي خيرك وتعيطي لنا ان شاء الله يا ربي تحكمنا. وكاين بزاف اللي بعثوا لنا قلنا بلا غرانا شحنا شينا مارغارين ماني باش نحسوا روحنا انا في الجو تاعكم في الو شيف. يعني شرفينا ونفرحوا افتخار لنا ثاني. نستقبل اتصال. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. مساء الخير نيفين. مساء النور. واش راكي لاباس؟ ولا غير بخير الحمد لله. وفيا واش راكي؟ الحمد لله الحمد لله يا ربي. منين كتصلي بينا؟ خنسلة. منين؟ من خنسلة. من خنسلة الشاوية الحرار. يعيشك. واش راكم بخير؟ الحمد لله بخير. الحمد لله يا ربي نورتينا باتصالك. يسلمك الله ينورك. كاش وصفات كاش ماكم تجربوا؟ احنا متابعينكم ديما اونلاين. الله يبارك تبقاو توجور معنا اونلاين توجور متابعين وفيين. عظيم يعطيك الصحة. عندك وصفة حابة تشوفها مع الشيف نادية؟ معليش نهضر مع الشيف. تفضلي تسمع فيك. الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكي حبيبتي لاباس؟ لاباس الحمد لله عايشك وانتيا؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي جزاه الحمد. الحمد لله راكي منورة. هذا نورك حبيبتي يعيشك. جيتي باهية ما شاء الله. الله يسلمك يعيشك. يعيشك. حبيت نقول لك يعطيك الصحة على وصفاتك. صحح إيمانك حبيبتي. لا شكر على واجب. سيتهم جاو ما شاء الله. الحمد لله. كش ما عندك اقتراح؟ فوالا جوستومون. تفضلي.
ما كيفضل. شوفي انا كان عندي ديجا كنت سافرت مع الخطوط التركية. الو نعم تفضلي نسمع فيك. وكنا في الطيارة في واحد الراز باهي ما شاء الله شوفي بقى في القلب للضرك اها ما عرفتوش كيفاش مداين يعني هو راز ابيض بصوص ما نعرف صوص بلانشيت ما نعرف صوص فرماج قدامه لا غير على كريم كيدير ريزو غير على كريم فوالا انا ثاني هذاك واش خمس ولا ريزو حبيبتي نورتينا باتصالك نتناقشوا عليه الريزوتو هذا الو الو نعم تفضلي عندي ثاني وصفه ماذا بها على الشفنا ديالو كان ديرها لي تفضلي تفضلي انا جبت هذا الثمن يعني وشنو هي هي بسبس محشي بسبس محشي ان شاء الله بسبس فيك برك فيها برك يعني تفضلي ناديا البسباس كنحبوا نحشيوه نفوروه باش يطرى باش نحشيوه ولا كيفاه لا لا كي تفوريه ماما واش حيبقى له الروح ها هكاك برك خيري الحبات لي صغار يكونوا طريين وحشيهم ها ويتحل هكا يتحل لي نورمال روحي مع غير بالعقل قلت لك خيري الحبات هذوك الصغار اللي يجوا بالطول ماشي هذوك الكبار هكا اللي ما تقدريش تحفريهم ها قولي لي الرز اللي كريتيه فيه مارق ولا ناشف لا لا فيه شويه حصاص برك إن صوت خفيفة إن صوت خفيفة مبنينة تقصتها داكا يعطيك الصحة أنا عندي ديجا واحد الروز بلاك خام ليكيد مع السكالوب لي خاطي هو هذا اللي خاطي أوكي يعطيك الصحة شكرا لك تقولي لي هكو شي لاصوص هذه إن شاء الله نحاولوا لنا بس يعني كان قدرتي هذا الثمن إن شاء الله بس ندير لكم محشي عطيتيني إيني دي يعطيك الصحة الله يسلمك فوالا شكرا تعيشي ناديا ربي يعطيك صحتك امين يا رب يعيشك السلام ناديا نرجع لك كنا نتعلم القصه هذه خدمت لي يا ريزوتو جاب لي ربي لا لا بس نجيب لك حاجه من الريزوتو يجي مشمخ وماشي مرق فوالا ماشي مرق وجا سقات لك صوص بيضه ثاني كشال فرماج انا جي كومبري كو قالت لك ماشي بلاك خام باسكو قالت لك ديجا يمر فدير غي بلاك خام يكون ريزوتو ريزوتو باسكو قالت لك جا بيض قالت لك ماشي فيه فرماج ولا واش فيه جاب لي ربي ريزوتو هو اللي يديروه يجي خفيف يعطونا في الطياره باش يشد نيفين ديري لنا الماء يسخن يعطيك الصحه لهنا ندير لا طوماط كونسونطري خليها تقلي شويه برك انا لا طوماط كونسونطري ما نحبش نقليها لكن مادام درت الطوماطي شال الحب هي حتلق لي الماء معليش نقدر ندير لا طوماط كونسونطري كيما تكونوش حديروا لا طوماط حب لا طوماط كونسونطري تاعكم حلوها في شويه ماء وديروها ما ديروهاش هكاك لانها حتكحل لكم كنت قلت لكم البارح لا طوماط كونسونطري ما تشروش هذيك الدوبل كونسونطري لا صوص ما تجيش حميمره شابه تجيكم رايحه في الكحوليه يعطيك الصحه نيفين هم يقولوا لي علاش تخدمي نيفين نقول لهم نيفين اضافت للمطبخ ديالي انا نقول لكم انا شرفني اني يعني نخدم مع اختي الكبيره كما قلت لكم بنتي اختي الكبيره وني نتعلم معاكم ثاني نتعلم في الوصفات وانا اللي نحب نشارك وانا اللي نحب نعاون وانا نحب ندخل روحي ما نحبش ندير نوقف هكا نقعد غير نشوف نحب نساعد قالوا لي خدمتيها بزاف انا نقول لهم بوم مع الاول ما كنتش نعرفها شغل ما نخليهاش تخدم بزاف مي دوكا شغل كي شتاي تحب تخدم انا نقولها ديري لي هذه تعاونني بزاف يعطيك الصحه حبيبتي انا نقولكم يعني انا هنا دائما اخوات انا نخدموا كيف كيف لهنا نجيب الماء باش ندير الرز لهنايا عندي لوغي عندي لهنا لوغي باسماتي نتوما في الدار تحبوا ارز ابيض ولا ارز مفور لهنا واش ندير الرز تاعي نغسلو برك نجيب شويه تاع الماء نغسلو نشل البكر الرز واش هذه راكم شفتوا وصفات لنهار اليوم مازال ما درنا حتى حاجه درنا برك لاصوص تاعنا اللي راكم تشوفوا فيها ودرنا الرز اللي تغسل فيه ناديه باش نبداو الوصفه معكم هذا من بدينا اللي تلحقوا بنا متاخرين لما نذكركم وصفات لنهار اليوم كاين لو بيسكوي غولي وكاين لو ري باش بالحوت فوالا بالحوت كما راكم تشوفوا وصفات سهله مبسطه سريعه على بالي اللي يحبوها كامل افراد العائله الروز والحوت نادية دائما تحبوهم كامل لهنا يبعثوا لنا بزاف يقول لك ديروا لنا دي بلا بلي فخوي دماغ نعم حنا نحاولوا كي نديروا لي فخوي دماغ نديروا الحاجه اللي تكون في متناول الجميع
لانه كما على بالنا راهو الحوت راهو لا غير بلاد الحوت وما الحوت غالي كما يقول. دونك ماذا بينا نديرو حاجه خفيفه بلي فخوي دماغ. طبعا هذيك مع البنات ثاني اللي كيكون موفي طون الحوتين قاس ويغلى ثاني كيغلى بيضا سردين راهو السعر تاعو ولا صح. لهنا واش درت؟ درت الرز كيلا رز. نتوما في الدار بيان سور الكيلا تكبروها وتصغروها على حسب افراد العائله. شكون جاني المطبخ تاعي؟ اسحاق يعطيك الصحة. الصحة اسحاق يبذل المجهود يقرب لكم لهنا باش يقدر تقدروا تشوفوا المقادير احسن واحسن. يعطيك الصحة اسحاق. نورتنا كي جيت لهنا اخي اسحاق. ما نساوش فاروق كانا ليكيب تاعنا تكنيك يعطيهم الصحة. اسامة شنجان ثاني. تحياتنا لاسامة. لهنايا كنت درت شويه تاع الماء ما مرقتش على فوا درت شويه تاع الماء باش ندير لي زيبيس الكمون وفلفل عكري ما نديرهمش حتى ندير شويه تاع الماء باش ما يتحرقوليش لاصوص تاعي حتجيني رايحه الكحوليه. واش ندير؟ ندير واحد نص ملعقه تاع كمون. هذا الوصفه تحب الكمون. ندير العكري ندير شويه تاع الحشيش شويه برك الباقي خليه في الاخر. خبروا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء النور. بخير نيفين. نعم وشراكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. كيف بخير؟ الحمد لله. مين راكي تتصلي بنا؟ الو من الجزائر العاصمه. مرحبا بك. واش راكي تجربي وصفات؟ واش راكي ديري؟ واش راهم العائله؟ واش راهم حوالكم؟ نقصي برك لا تيلي وسمعيني من التليفون تعيشي. الو انقطع الخط. شاف نروح ونرجع لك على السريع. تفضلي. تفضلي بيان سور. لهنا راني مع الرز تاعي درت كيلا رز الى شوني غسلتها برك ما درت لها حتى حاجه غسلتها بالماء بارد عادي. لهنا واش ندير؟ كيلا تاع الرز ندير لها زوج كيلات ماء. من المستحسن الماء يكون بارد ماشي سخون لانه كون نديرو سخون من دوكا الرز حيبدا يشرب لي وينشف لي الماء بلا ما يطيب الرز. زوج كيلات تاع الرز. انا هذا الرز بسماتي كيلا تاع الرز ندير لها زوج كيلات تاع الماء والماء قلت لكم المستحسن يكون بارد. واش ندير؟ نشعل عليه. درت له الملح وملعقه تاع زيت راكم تشوفوا. نشعل عليه ونقص له ونغطيه ما نخلط فيه ما والو. الا حبيت نطلع الرز تاعي لا طاب ولا لا واش ندير؟ نقعد نحرك هكا ترونز فازي ندير خطوط منكسره ماشي نروح ندير هكا هكا للرز نكسر الحبه تاعي. واش ندير كي نحب نطلع الرز تاعي؟ ندير له هكا ترانسفازي لو ري باش ما نعجنوش وما نكسرش الحبه تاع الرز ديالي. شكرا على التطبيره هذه حبيبتي. باسكو الرز كاين يجيهم معجن نقول لهم ديروا له ما بارد ماشي سخون. انايا لهنا كان شويه دافي ونقصوا له النار ما تزيدولوش زيدوا له حينشف لكم الماء بلا ما يطيب الرز. نقص له الرز ويطيب ميم با 4 ساعه ولا تلقاه طاب. لهنايا ما نسيت ما عنديش عندي القرنفل. الا عندكم القرنفل والرند وحب الهيل ارموا حبه 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 وريقه تاع الرند وغلطوا غلقوا عليه وخلوه. هذاك الرند والقرنفل حيمد لكم بركي ريحه تقدروا تستغناو عليكم تقدروا تزيدوه. يعطيك الصحه. كان عندنا اتصال. الو مساء الخير. الو ما عندناش نسمعو كامل. الو انقطع الخط وقال معلش. ماذا بينا تعاودوا تحاولوا تصلوا بنا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه رانا دائما باش نعرفوا الطلبات تاعكم والوصفات اللي راكم حابين تشوفوها معنا. شاف عيطاتكم تطبيرة تاع الارز كيفاش يجيكم كيفاش لازم نديروه كيفاش باش ما يتعجنكمش. فوالا التطبيرة هذه مهمة جابلها ربي باش يعرفوها كيفاش. سيغتو الرز كامل نعرفو يتعجن لنا صح. دونك انا هذه هي لافاسون اللي نطيب بها الرز. وكي درت هاد لافاسون نقدر ما نطلش كامل عليه نغطيه ونخليه يطيب. كي نلقى هذاك الماء نشف ليه معناتها الرز تاعي راهو طاب. نزربوا الاتصال قبل ما يطيح. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور وش راكي لاباس؟ راكم لاباس؟ لا غير بخير الحمد لله. انت وش راكي؟ راكم منورين الشاشه. سلمك منورين باتصالاتكم حبيبتي. انا حبيت نسقسيك ذاك الاكستخيم تاع الجو اللي دارت هذيك النهار ناديه تاع الجو دورونج مع السيترون. حق غير على التالي ما جو دورونج بالسيترون هذيك درناه كونجلي شافها؟ الكونجيلاتور الكوبلي. تفضلي. الو نعم السلام عليكم. سلام واش راكي لاباس؟ تعرف الوصفات اللي حقت بينا متاخرت هذاك حبه تشيلها وقاسي ديال الكونجيلاتور. لو جو هذاك اللي درناه طيبناه. اه
درت كيلو تاع تشينا للتالي ما شفتش واش درتي. شوفي درت كيلو تاع تشينا مع قشور تاع حبه تاع قارص، تشينا غسلتها وقطعتها بها بالقشور، درت لها الماء ودرتها طابت، بعد ما طيب نميكسيها ونزيد لها عصير تاع زوج حبات ليمون، نميكسيها بالقشور. الا حبيتي تصفيها صفيها، ما حبي لي حب لابيلبي خليها. وبعد واش ديري هذاك لو جو اللي خرج لك، ديريه في ديكوبلي. نقطع عشان الكلام راح نكملها. لو جو هذاك اللي تحصلتي عليه ديري في ديكوبلي، كل ما تحبي تكونسوميه ديري ان كوبلي، ديري لوريت الماء والسكر كيما كي حابه انت، ولا ديري العسل للناس اللي ما تحبش السكر. هذا هو صحيح. والباقي تقعد تكونجليه. هذا هو راكم عرفتوا الوصفه. باغي اتصلت بيا وحده هذاك النهار قالت لي داك اللي صرفيه رحيتيه انت يا الشيف، عرفتي بصح نسيتو، نسيت الوصفه راكم يا خواناتي. هذاك خرجت زعفانه ضايقت لي كيفاش نسيت الوصفه. انا نبي نقول غير نحيرتك كيفاش تفيع الوصفه. كاين يقولوا لي كيفاش، يقول لك باك تكذب هذيا ما تمحبش تمد البصفه، ولا ما عندي حتى علاقه بالكذب، ما نشفاش كلش بالورقه وستيلو، لانه راني مركزه في بزاف حوايج وما رانيش مركزه غير على الطبخ، رانا مركزين الطبخ وتقديم ونهضر وتقبل المكالمات. هذا الشيء ماهوش ساهل، سي بوغ سا ننسى انا ما نمدش الوصفات. هذا ما كان طبعا انا نقولها لكم هذه، ماشي تاع كي تقولوا لها وصفه تقول لكم اه حنجربها لكم باش ديرها لكم، ولا غير صح. حتى انا كي نحب وصفه قولها شاف بره بره، قلت لها واش شاف ما درناش البيتزا، قالت لي ما على باليش وكيفاش، قلت لها بصح حبيت الوصفه، قالت لي ما عنديش الوصفه انا، بعد نشوفها ونبعثها لك ولا نشوفوا كيفاش نديروا. انا نجيب خفيف يعطوني الوقت نكتبها ونعطيها لهم صحيحه، لانه ننسى ما نقدرش نفكر. واش نتفكر؟ نتفكر غير صابلي وتشارك هذو اللي نعرفهم، وسكوتو هذو اللي نشفع عليهم تاع يوميا. بصح كي حاجه كيعيطوا لي نكون مركزه مع الطبخ مع الديغاكتيتو، ما نحبش نمد لكم وصفه نكون نسيت حاجه وتروحوا ديروها وتكون خاطئه. دونك دو بريفيرونس في الدار نعاود نريكلامي الاخر لا غوسيت تاعي، وتعطيهم لا غوسيت صحيحه. لهنا بعد ما درت لي زيبيس ومرقت هذيك شويه هذاك الماء عاود نشف لي. بعد ما نشف هذاك الماء واش درت؟ درت الفلفل ديالي. هذا الفلفل خليه يدبال شويه هنايا، كتشوفوا طريقه مختلفه على لي مونفين نطيبوا بها الرز. يعطيك الصحه شاف الملح خلاص شاف نحيولك. اه درت سيبو ها نرجعوه. كنت راح ننساه من بعد انا لهنا كنت راح ننساه. نستقبلوا اتصال. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء الورد والياسمين، واش راكي؟ لاباس. لاباس بخير؟ والله لاباس. الو تفضلي نسمع فيك. نعم تسمعيش فيا؟ نعم تفضلي. اه نعم راح نقول لكم برك واحد الكلمه ونكوبي. علاه اختي اللي طيب علاه ما تغطيش شعرها؟ ما نغطيش. حنا شفنا في الشرق العربي جامي تشوفي شعرها. يا اختي كي نكون في الدار بيان سور نغطي، بصح رانا في مباشر كيفاش نغطي شعري؟ نورمال ما تغطي شعرها كاني اللي عارفه. لا لا بيان سور انا في الدار مانيش حنطيب شعري متلوق، بصح هذا راهو مباشر كيفاش حنخدم وانا مغطيه شعري؟ من المطبخ غطي شعرك. هيا بقايا على خير وزيدي غطي شعرك في الحصه تاع واحد اخرى. نعم؟ شكرا على المكالمه يعطيك الصحه. شكرا نورتينا بقى على خير. والله هذه الملاحظه دائما تحطوها لنا، انا ما نحبش نرد بالي لهذ الملاحظات طبعاً. لانه انا راني في مباشر ما جايش كامل كيفاش نغطي شعري. انا فينا لو موند اونتي انا بيان كيفاش نغطي ولا في شعرنا، انا مباشر انا في لاتيلي رانا نحاولوا نديروا لكم نجيبوا لكم الوصفات ونتعبوا ويعني نغطيو شعرنا في لاتيلي يشوفونا العالم كامل. انا مازال ما شفتش مطبخ يغطيو شعرهم في العالم كامل. فوالا سي صح. هذه هي. انا شفت قنوات اوروبيه، قنوات اسيويه، قنوات عربيه، عمري ما شفت واحد طلعت الانجولين ماكياج كساس عالميه. فوالا كيما قال لك فاصل مشاهدة نروحو فاصل قصير نرجعو ليكم ما تروحيش بعيد. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل القصير، مازال ما درنا والو كما خليتو الشيف كان تقطع في الحوت، مازلنا معاه دائما نحبوا نوري لكم كامل المراحل اللي نديروهم باش تشوفونا وتكونوا حاضرين معنا وحاجه ما تروح لكم. دائما نحب نذكر اللي تلحقوا بنا متاخرين، عندنا الرز اللي رانا نطيبوا فيه طريقه بلمسه تاع الشيفنا ديال اللي سافرت بنا للبرازيل اليوم. راني نضحك نيبي على اللي قالت لي غطي شعرك. اختي شنو نقولوا لها؟
شكرا على الملاحظة. شكرا على الملاحظة حبيبتي، لكن انا مانيش حنغطي شعري. هذه هي ملاحظة في الطبخ داكور، لكن نغطي شعرنا العالم كامل يخلي شعره ويبينه وحنا غطي. هذه حصة الطبخ على بالي في الدار، كامل علمونا مالينا غير نجو داخلين كوزينة، مشي طمي شعرك والله. مشي على الصبيح كامل عندنا هذوك لي فولا غدايغ، انا نشفى في لي تخوسو كامل نشرو هذوك فولارات صغار نخبوهم تاع الكوزينة باش كي نروحو نشرو لي بوندو ثاني دي باش طمي هكا ما يطيحوش. هي مي حنا لهنايا لازم نكونوا شوية شابين، ونسي جامي يشوفوا العالم ولا قلقان زيرية شابين منظم يعني يعرفوا يطيبوا نوروا القناة تاعنا. فوالا هذه هي لهنا. واش راني ندير؟ اني نمرق قيس قيس، ما نكثرش لانه ماشي حاجة اللي فيها الروح. فلفل والحوت يطيبوا فاسيلمون. واش ندير؟ نخلي الفلفل يدخلوا طياب، ومن بعد باش ندير الحوت ونقول لكم قداش ندير كخان فخاش لهنايا. يعطيك الصحة. انا عليها؟ نعم اي بيان سور. لهنايا درت الطبق خفيف باش نوري لهم شويه مراحل تاع البيسكوي غولي، سي بوغ سا درت الطبق شويه خفيف. فوالا. يعطيك الصحة حبيبتي. نسمعوا اتصال. الو مساء الخير. ليفين. مساء النور. مساء النور بنتي، واش راكو؟ ولا غير بخير الحمد لله، وانتي واش راكي؟ الحمد لله. منين راكي تتصلي بينا؟ الحمد لله. سؤال عليك حبيبتي. راكم منورين الشاشه. يسلمك منورين اتصالاتكم. ما نديروش الفولارة. ماتي بنتي. انا نسمعك. اه. ما يغطوا شعرهم، ما يغطوا لحيتهم. هذه هي حدا. واش قلنا لها؟ لو موند انت كيدخلوا الكوزينه يدخلوا جابدين والماكياج. سي دي توب شيف، ما يغطوا شعرهم، ما يغطوا لحيتهم. هما نقولوا لهشام وليدنا يغطي لحيتو. يعطيك الصحة. ما توادمش. يعطيك الصحة، شكرا. شدات. شكرا، يعطيك الصحة. تعطوني ان تي مومون برك. تفضلي. كانوا زمان في ساحة الشهداء كاين حانوت تحت جوب. ايه. يبيع دوز العرايس وكامل. وكانت عنده مانكان يلبسها كل يوم، وشابة وماكيي وكامل. واني زمان ما يعرفوش يقولوا مانكان. يحبوا يروحوا يشيو القماش تاع العرايس يقولوا روحوا تبي تحت جوب. بقوة شابات، وكي يشوفوا مرا شابة يقول لها شحال راكي شابة تشبهي بوبي تحت جوب. انا توجور في بوبي تحت جوب حاجة ماشي مليحة. وبريزونتاج. ميرسي يعطيك الصحة. سان زوبليي هشام وليدنا. يعطيك الصحة ونقولوا تحية كبيرة للشيخ هشام. سي من طاسي سي 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 مون سي ما سي ما فامي هشام. تحياتنا لك ولي وكامل العائلة. يسلمك. الله يسلمك ويعطيكم الصحة. يسلمك. تعيشي. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة ويخليك. شكرا. ميرسي يعطيك الصحة. شكرا على الكلمة الطيبة. حتى اللي اتصلت بينا نقولها شكرا على الملاحظة. الملاحظة فوالا. شاف نبداو البيسكوي غولي. اه فوالا. حقهم كامل كامل كيما راكم. صبري 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 شاف. حق المشاهدين كامل كيما راكم. تحبسوا واش راكم ديروا، تزيدوا لا تيلي الكارني وتبعوا المراحل. نسحقكم اليوم نفريوها ويصدق لكم كامل. نسحقكم كامل واش راكم ديروا، تحبسوا وتشوفونا. شكرا نيفين. خفيفه الظل يعطيك الصحه. زيدي المراحل الحصه ديالنا تعيشي. نعطي لهم المقادير ومن بعد نبداو في الطريقه. لازم تعاونيني، لازم نشمر على يدي. شوفي قولي لي شي خدمه اليوم كاطو. شتي كي ندير الكاطو لهنايا واش عندي؟ نحي هاد لانوات كوكو لانه للتزيين عندي. نستقبلوا اتصال بعد نبدا بيان سور. نستقبلوا اتصال قبل ما نبداو الوصفه، لانه كي نبداو الوصفه ماذا بينا ما نتقطعوش كامل باش ما نحبسوش وما نتلفوها لكمش. الو مساء الخير. الو مساء النور. مساء النور، واش راكي؟ والله غير الحمد لله. لاباس. واش راكم؟ ولا غير بخير الحمد لله. الحمد لله. شفنا ديالي مليحه. لا غير بخير. تفضلي شيف. مساء الخير. مساء النور، واش راكي؟ مساء الانوار، واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد ربي. الحمد لله يعيشك. وانتيا؟ الحمد لله انا ناديه. تعيشي حبيبتي. جزاها الحمد. عندك وصفه حابه تشوفيها مع الشيف؟ حابه سي شيف ناديه برك معليش. تفضلي. طبعا تفضلي. شيف ناديه تعيشي، لا كريف فريش كنديروها في لي بلا، اسكو نقدروا نسخنوها نورمال ولا لا؟ لا كريم فخاش يتسخنيها ولا لو بلا اللي تسخنيه؟ نورمال لو بلا، لو بلا كنديرو فيه لا كريم فخاش. بيان سور تعاودي تسخنيه عادي بيان سور. ما شوفي نو ما تقراش بيان سور. اليوم ولا غدا ما حيصرى لها والو. هي كي تحطيها في الفريجيدار كي حد جبديها تحسيها شغل تلقات الماء، ما تخافيش منها. عاودي حركي تسخنيها تولي نورمال. لكن شوفي كي ديري لا كريم فخاش، هذه لا كريم فخاش هي بارده وهذا راهو سخون. هذه واش ندير؟ نسخنها شويه باش نديرها في لو بلا، لانها راهي بارده. لو كان نرميها فوق السخانه حيصرى هذاك لو شوك تيرميك، يطلع لي الماء. دونك انا واش ندير؟ هذه ندفيها وهذا راهو سخون باش تكون الحراره معتدله. هذا هو
هذا واش عندك حبيبتي؟ بلمزيه. شكرا حبيبتي نورتينا. سلامك حبيبتي. شكرا. شاف نرجع ليك عرفتي ملاحظه جد مهمه قالت لكم كي تحبوا تسخنوا ان بلا كان عندنا ولا بارد يكون في لا كريم فريش تقدروا تسخنوه عادي كي نلقاو الماء هذاك ما نخافوش. وقالت لكم كي تكون طبق هكا سخون لا كريم فريش بارده نسخنوها شويه باش نرميوها فوقها باش ما نديروش البارد في السخون. يسرى هذاك الفوق حاجه سخونه مع بعضها. لهنا نشوفوا فاروق باك يوري لهم الروز. شوفوا لهنا الروز مازال ما شفليش راهو قريب كي يمتص كامل كميه هذاك الماء تلقاوه طاب لكم. هاي الحبه تاعي ما تكسرتش راهي كامله ما تخلطوش فيها. وقلت لكم كي تحركوا روحوا معاه هكا ترونز بازي ماشي هكا لانه نكسروا الحبه ونعجنوا الروز ديالنا. انا الروز كي غير ينشف لي هكا مطيب معناتها راهو طايب ما نغسلو ما نشلو ما ندير له والو. نبداو البيسكوي غولي تاعنا راح نبداو ماذا بنا ما نتقطعوش وتشوفوا باش تشوفوا كامل المراحل بلا ما نحبسوكم. لا ما تتصلوا سنانا اليوم. طبعا سناونا تعيشوا نطلب لهم ما يدوزوناش الاتصال تنكونوا نبداو في المقادير وفي المراحل. لهنايا بيسكوي غولي لا ديغ ديغ فوا قلت لكم انا نديرو كيما لا جينواز ندير بيض سكر وفارينه هذا ما كان. لكن اليوم اعتمدت هالطريقه على جال المبتدئات وعلى جالنا كامل نحبوا احنا حاجه فيها سهله. درت له الزيت وحنزيد له الماء لانه شفت لي كومونتير تاعكم كامل تقولوا باللي البسكويت تكسرنا. واش حنديروا له؟ نزيدوا له شويه تاع الزيت وشويه تاع الماء باش كي نولوا نروليوه ما يتكسرناش. لكن انا لا باز اللي نديرها تاع لو بسكوي سي سكر وبيض وفارينه. بصح مادام الحاجه تسهل لي الخدمه وتعاوني بوكوا با نزيدها ما راهيش راح تضر لي الوصفه. لهنا واش عندي؟ عندي 6 حبات تاع البيض. 6 حبات بيض فيهم 150 غرام سكر كما قلت لكم 30 غرام سكر تقابلها حبه تاع البيض 25 غرام عفوا. لهنا درت 150 غرام سكر 6 بيض وعندي 120 غرام فارينه. علاش 120 غرام فارينه؟ نقصنا شويه لانه هذا البسكوي حنزيد له شويه لا ليفور راهو فيه الزيت فيه الماء حيجيني خفيف ما نخافش منه يتكسر لي ولا يجيني ثقيل. لهنايا عندي فانيلا وعندي خميره كيميائيه. انا قلت لكم ما عنديش خميره كيميائيه لكن في هذا تاع الزيت والماء نزيد له شويه خميره كيميائيه باش يجيني خفيف ويجي هشيش. عندي في هاد 6 حبات بيض ندير نص باكي خميره كيميائيه او ملعقه صغيره. لهنا واش عندي؟ في لو بيسكوي حندير 2 ملاعق تاع نوا د كوكو لانه بيسكوي بالكوكو. يدير بيسكوي تاع سيترون يدير زاز دو سيترون واللي يحب اي اغوم يدير اغوم. عندي لهنا لاغوم تاع نوا دو كوكو حندير شويه منه في الكريمه باش يجيني الطعم تاعها بزاف بنين. عندي لو سيغو اللي نشرب به لو بيسكوي تاعي. لو سيغو واش درت؟ كاس ماء كاس سكر 2 كيسان ماء درتهم يغلو. بعد ما غلاو حسبت 5 دقائق وطفيت له ودرت له عصره تاع قارص باش يجيني بنين هذاك لو بيسكوي. الكريمه حندير ان غاناج مونتي تاع شوكولا بلون. شوكولا وراهي واش درتها لي نعمه فيك صغون نحيتها من قبل ونسيت حطيتها. هايلك لهنا لهاد لاكاناج نسحق. لهنا انا درت اون كاناج سهله شوكولا بلون. نتوما في الدار تحبوا ديروا كريم باتيسيا اللي تكون مزروبه دير شوكولا دير شونتيي عفوا تكون مزروبه دير شونتيي دير لها شويه نوات كوكو دير اغام نوات كوكو. انا خيرت اون كريم سهله درت كاناج مونتي شوكولا بلون. في الدار ما حبيتوش تحبوا ديروا كريم باتيسيا شونتيي اي كريمه راكم واقفين تخدموا بها حبيتوا ديروه ليه للقهوه ديروه بلا شونتيي. سوا ديروا لها نوات كوكو سوا ديروا لها كاكاو سوا تزيدوا لها اغون فريز. نتوما لي زاغون زيدوهم على حساب واش راكو حابين. للكريمه واش نسحق؟ نسحق 500 غرام شوكولا 250 غرام كريم فريش. واش معناها؟ معناتها 2 كيلات شوكولا بكيلا كريم فريش شوكولا بلون ماشي شوكولا نوار. لهنايا ولا الكريمه تاعي حندير لها عطر نوا كوكو ولا نوا دو كوكو. نبداو تحضير الوصفه ديالنا. جاتني لو ريسيبيون تاع البيتخا ناخذ اتصال بلاستيك حتى تجي. تفضلي. الو 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 اخت نيفين مساء الانوار. صافي الحمد لله سؤال عليك انت يا نادية. نعم شفت نادية اللي كانت معاك. يعطيكم الصحة على الجودة فيكم ديالي. شكرا على واجب حبيبتي. عندك وصفة حبيبتي؟ راكو شابين غات منكم برك هذيك. شكرا حبيبتي يعطيك الصحة لك. هذه كانت ملاحظة نوجو لها تحية ونشكروها. يعطيكم الصحة على المجهودات اللي راكم ديروا فيها. شكرا حبيبتي تعيشي ربي يخليك. ممكن اذا سريع جدا. طبعا تفضلي على السريع. اهدي تحياتي لابنة تاعي مريم قبلي ولا ترشحوا قبلي. ربي يخليهم لك ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك. والاخت اسماء وماما هي مع السلامه. على خير حبيبتي سلمي عليهم.
عطاكم الصحة. شكرا حبيبتي عشان نرجع لك شاف كنتي باريد بلون وجه فوالا ها لهنا ندير البياض وحده والصفر وحده ستة تاع البيض ستة تاع البيض كامل سيبارين لو بلون وجه فوالا اه لهنا علاش نسيباري وتقدروا ديروا هذه الوصفه كلش البيض مخلط مع الصفار لكن يجيكم بزاف خفيف كي تميلونجي والبلون وحده والصفر وحده انا هذا البيض وليت نخاف ويتكسر لي يخلط لي الصفار مع البياض كي تكون القشره جديده تاع البيض يجي واعر في التكسار دونك ماذا البيض الصفر معليش يقيسوا البيض لكن البيض ماشي معليش يقيسوا الصفر حيخسر لكم ما يطلع لكمش اون نيش لهنا البيض دائما كي تطلعوه يكون بدرجه حراره الغرفه ما لازمش يكون في الفريجيدار وما لازمش يكون سخون بزاف بيان سور شكرا شيف شيف كنت قلت لهم يقدروا يديروه كامل البيضه يديروها كامل يعني يديروا هذا الميثود لكن ما فيش مشكل ما يجيهمش خفيف كيما هذا يجيهم خفيف عادي لو كان يطلعوه مليح لكن احنا على بالي يحبوا البسكويت غولي كامل يحبوه خفيف طبعا يحبوه خفيف دونك يديروا لهم اه فوالا يعطيك الصحه لهنا واش ندير سكر عندي كميه تاع السكر 150 غرام هذا 150 غرام نقسمها على 3 6 بيض واش درت هذا بيض تفهموني تري تري بيان اليوم عندي 6 بيض سيباريت الصفار هنايا والبياض هنايا عندي 150 غرام سكر ندير النص هنا والنص هنايا في البياض النص ماشي لازم يكون نص نص قسمتو عيني ميزاني البياض تاع البيض ندير له قرصه تاع الملح هنا ندير له قرصه تاع الملح ونديرو يطلع لي اونج وهنايا نقعد ندرب فيه بيا حتى يبلي لي الخليط ابيض ويذوب السكر يعطيك الصحه شاف مرحبا مع الو مساء الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام نقصي برك لا تيلي وسمعيني من التليفون نعم تفضلي الو مساء النور واش راكي لاباس الحمد لله راكي بخير تفضلي معاك الو مساء الخير السلام عليكم ناديه السلام ورحمه الله واش راكي لاباس الحمد لله انا من خنسله نعم انا من خنسله مرحبا بك خيار الناس الله يسلمك حبيبتي عيشك وصافي نقول لك ناديه نحن وجهك نداء ليك نقول لك واصلي ما يقلقوكش هذا النقد هذا السلبي هذا من عند الناس فهمت ما يقلقوكش خلاص راكي في القمه راكي ما شاء الله يعيشك حبيبتي مع جمال ولا كل تاعك راكي كل كيما يقول المصري كلك على بعض كيلو الله يبارك عليك سما هذه ما شافت والو ما شافت لا تعب نتاعك ما شافت لا المجهودات اللي راكي ديريهم شافت غير الفولاره قولها النوطه تاع الفولاره ما تنداش في الاستوديو قولها الماكله هذه اللي راني ندير فيها ما راكيش تاكلي فيها انت بدلي لاشين هو النصح يعني نداء ليها هي بعد اني نصح لك هي قلقتني عليها عاودت عيطت قولها اختي بدلي النداء ليها هي بدلي اختي لاشين ما تفرجيهاش او ننصحك انا هذو نصيحه والفولاره ما تنداش في لا تيلي ناديه واصلي شكرا طبعا لكن كل واحد رايو نحترمو كامل كل واحد رايو نحترمو كامل الراي تاع الناس يعني العباد هذو هما الوجهه نتاع ماذا هو يحبوا هكا على بال على بالي حبيبتي على بالي ورانا نتعبوا ورانا نعيا وثاني باش نجيب لكم الوصفات هذه ووحده ونص ما تكفيناش نضلوا نجروا باش نديروا لكم الوصفات وتشوف طاوله التقديم لكن نحترموا كل واحد رايه وانتقادات وملاحظات نتقبلوهم ما عجبهاش الماكله هذه بروميير ما راهيش تاكل فيها دوزيام تبدل لاشين وتبعد من الو شاف خلاص الو تعيشي عنده مشاهدينه حنا ما نحبوش ولا على ناديه ولا على اي واحد يعطيك الصحة شكرا لعشان وبعدي هيك خلينا نتفرج وما تشفيش شكرا يعطيك الصحة على الكلمات هذه شكرا حبيبتي انا اللي عيطت على الوصفة نتاع المسباس ايه عاودي اتصلت بينا نورتينا في خاطر عيونك ندير لك سمانة جاية بكذا تنحتي لازم عليا نعاود لازم نعاود عليا هذا تليفون سبيسيال هذا لدان نورتينا حبيبتي يعطيك الصحة نورتينا الثاني مرة واصلي راكي في الخدمه شكرا عليك شكرا حبيبتي على خير السلام عليكم نديه احمد دار بعطوك سمي سمعوني شو كان بديت
لهنايا درت البياض ديري، درت البياض ويطلع مع السكر، واني حندير الصفار مع السكر ثاني. هنا واش درت راكو تشوفوا الصفر تاع البيض، درنا له السكر ونطلعوه حتى تشوفوا، شوفوا الفوليوم تاعو راهو تبدل وراهو بياض لي الخليط. ماشي غير نخلط شويه نحبس، حتى تحسوا السكر من تحت ما كاش في القاع تاع الغيسيبيا، معناتها السكر تاعكم راهو داب. لو كان السكر ما يدوبش كي طيبوا البسكوي تاعنا ونقطعوه راكو تشوفوا واحد النقاط بنيه. هذوك النقاط بنيه واش معناتها؟ معناتها السكر تاعنا تحرق لنا، ما حركناش مليح تحرق لنا. لهنا واش عندي؟ عندي الخميره كيميائيه، لهنا عندي كيس ندير النص تاعو. نشوف نعيمه من فضلها تجيب لي لاباسوار، نسيتها صفايه كبيره. وعندي فانيلا، فانيلا ندير ما نخافش منها لانه نحب الريحه تاع لافاني. واش ندير لهاد لو بيسكوي؟ قلت لكم انا غنديروه بالنوا د كوكو، حندير عطر الكوكو. نتوما حبيتوا ديروه بالسيترون ديروا له زاز دو سيترون. هاد لا ميثود فاش مليحه؟ لو كان نخلطوا الصفار مع البياض، انا نخلطوا فيهم ما نقدروش نديروا لي زاغوم، حيحبطوا لنا لا جينواز ديالنا. لكن هنا كي خلطنا الصفار وحده نقدروا نزيدوا له اي اغوم نحبوه، والبياض راهو يطلع وحده. يعطيك الصحه. هنا نستنى نعيمه تجيب لي صفايه. واش ندير هاد لو بيسكوي؟ قلت لكم نسموه جينواز بلات، حندير له زوج ملاعق تاع نواد دو كوكو. يعطيك الصحه شيف. نطلب من نعيمه باك تجيب لنا الصفايه تاع عيشي. صفايه كبيره نعيمه من فضلك. لهنايا واش ندير؟ قلت لكم هاد لو بيسكوي، لو بيسكوي اون جينيرال قاعده فيه بيض سكر فرينه، لكن حنا ماذا بينا نطوروا في الوصفات ونسهلوا عليكم الوصفه. واش نديروا؟ زدت لهم الزيت. دوك نكيل لكم لهنا، عندي 50 غرام تاع الزيت، نكيل لكم شحال جاتني بالملاعق. واحده، اثنين، ثلاثه، تحيه الخنجر، اربع ملاعق هاديه، ماشي غامقه بزاف الملعقه تاعي. اللي حبت توزن دير 50 غرام. لهنايا واش ندير؟ حنزيد 3 ملاعق تاع الماء. وحده، زوج، ثلاثه، معناتها درت 50 غرام ماء، 50 غرام زيت عفوا، و20 غرام تاع الماء، ونص باكي خميره كيميائيه. دقيقه، بعد واش ندير؟ نخلص هاد المقادير. يعطيك الصحة. لهنايا بعد ما الفلفل تاعي دخلوا طياب، واش درت؟ درت الحوت. لهنا الوصفة تاعي ما بقالهاش بزاف وطيب، بعد ما يطيب الحوت تعقد شوية العصر، ندير الكريمة السائلة. نخلي لهنا الحوت يغلي لي شوية، ومن بعد نضيف الكريمة السائلة. كيف اتصال؟ نعم، المكالمة. ألو، مساء الخير. مساء النور. مساء الورد. ياسمين، واش راكي؟
وحشتيني يا اختي زينب. لا غير بخير الحمد لله. انتي واش راكي؟ رحمتك يا ربي الحمد لله نديره الحمد لله. بس كل عليك حبيبتي. منين كتصلي بينا؟ مبليده. مرحبا بك. اليوم الناس بليده كنتوا غايبين علينا شويه. بدا معايا. واش راكي؟ رحمتك يا ربي الحمد لله. نتوما لاباس؟ كنا غير لاباس الحمد لله. اختي نديره منوره الشاشه. يعيشك هذا نورك حبيبتي تعيشك. عندي ولادي يضر يشكرك يقول لي يالله يبارك طيابها ما شاء الله. يقول لي اختي ناديه شوفيها اسمحوا لي شويه وقتي. الله يسلمك تحياتنا له. ربي يخليه لك ان شاء الله. ان شاء الله يعيط غير جابونيا يقول لي عيطت جابونيا. تحياتنا للزوج تاعك. راكم لاحلى يعطيكم الصحه على المصافه تاعكم نورين الشاشه. يسلمك حبيبتي تعيشي هذا نورك. الله يسلمك الله يسلمك ما نطولش عليكم يعطيكم الصحة. تعيشي حبيبتي ربي يخليك صحه على خير. ما يعيشك يعطيك الصحه. نيفين لهنا درت جميع المقادير. نعاود لهم لي زانغريديون اون سي جامي. 6 بيض فصلت الصفار على البياض. 150 غرام سكر قسمت هذاك السكر ما بين البياض والصفار. وعندي نص كيس خميره كيميائيه 50 غرام ماء و 50 غرام زيت عفوا و 20 غرام ماء. عندي نص كيس خميره كيميائيه وعندي الفانيلا وزوج ملاعق نوا دو كوكو وعندي عطر نوا دو كوكو. عجبتك حبس لي نورمالمون ما لازمش يحبس لي خلاص له الوقت. معليش نورمالمون ما يحبش راني نطلع في البياض سي با غاف صافا ما مشي يطيح مي معليش نورمالمون نزيد نطلعو كتر من هكا لكن معليش. لهنايا واش ندير بعد ما درت الفارينه؟ الفارينه جامي ديروها هكاك خير نغربلوها ونديروها نحركها غير بالعقل من التحت كيما وريتكم في لاجينواز لا ميم فاصون اللي درتها في لاجينواز حنديرها في هاد لاجينواز بلات باش نديرو بها ان بيسكوي غولي من التحت سورتو لتحت الفارينه راهي رايحه تحبط لكم كامل تحتها. حاولوا تدخلوا لا سباتول مليح لتحت وطلعوا. لهنا الفارينه خلاص راني دخلتها واش ندير؟ نجيب هذاك البياض نحي كميه منه. لهنا البياض ما طلعليش مليح لانه البيضخه حبس لي. نحي كميه منه لهنايا ندخلها غير بالعقل جوست باش هذاك الصفار يمشي لي. ومن بعد الكميه اللي بقات ندخلها على دفعات بالعقل. لهنا ما لازمش نكسر هذاك الهواء اللي راهو في البلون دوف. هذاك الهواء اللي راهو في البلون دوف هو اللي حيمد لي الخفوف الهشاشه في البسكوي. شوفوا لهنا ما ندخلوش على مره نديرو غير بالعقل. لهنا نيفين نعطيك ديري لي بابي كريسون من فضلك. عندي ان بلاطو اللي يروح للفوق. لهنايا بعثوا لي قلتوا لي قولي لنا لي ميزور تاع البلاطو. هنا البيسكوي ما فيهش ميزور. واش نقول لكم؟ كاين اللي يحب البيسكوي خشين مثلا في 6 تاع البيض انا نعطيك لي ميزور ويجيك خشين في البلاطو ديالك. نتوما كي تحلوه في البلاطو تاعكم حيبان لكم اسكو تحقوا ان بلاطو صغير ولا بلاطو كبير. هي اون جينيرال 6 بيض نديروهم في البلاطو هذا العادي تاع الفوق. هذا ما بانش حد فيه شاف. من بعد نقيسو لهم ونقول لهم. تفضلي نيفين. قبلوا اتصال. الو مساء الخير. مساء الخير بنتي نيفين. واش راكي لاباس؟ بخير. غير بخير الحمد لله. كم لاح؟ لا غير الحمد لله. وانتي واش راكي؟ اختي نادية. صافا الحمد لله توال عليك. وانتي يا اختي لاباس اللي راكم لابسين في زوج يرمز. يعني. يرمز للهدوء والراحة. صح الالوان هذه تاع الكلاغ هكا ناديه صح تجيب الراحه. اللهم يا ربي يبارك في هذه القناه. امين يا رب. اللهم يا ربي يبارك لنا في هذه القناه المباركه سميتها قناه الشفاء. امين يا رب. يا ربي يوفق كل عمال القناه دخول في الخروج وارفع عنا يا ربي في اقرب وقت هذا البلاء ودخل علينا اليوم اول يوم الشتاء دافئ يا ربي. امين يا ربي. وبدون مرض للامه الاسلاميه جميعا. امين. امين يا ربي. شكرا على الدعاء. امتك يا ربي. والله يا ناديه ويا الاخت نيفيلا مين نديروا الشروق لننساو همومنا. شكرا يعطيك الصحه الكلمات الطيبه ناديه. الصباح عيطوا زوج اخوات الاخ لطفي وايمان. نسيت عليهم. توصل شيء صعيب باش واحد مشاهد ما يجيب لمن يحكي يحكي القناه. شيء صعيب. صح الحمد لله راكم معنا في السراء في الضراء. هذا الوباء رانا ما نخرجوش. راكم كي شغل راكم ضياف عنا وتسمحوا لنا. لا غير انا نقول لكم دائما خرجوا بكري من دياركم. كاين اللي راه يخرج الظلمه كاين ما عندي ما نقول. ربي يوفقكم ربي يوفقكم ربي يحفظكم يحفظ يا بلادنا يا ربي. وشافي رايتنا والسلام عليكم. انا
انقطع الخط للاسف. اتصال رائع، كلمات رائعه طيبه. ربي يفتح الامه الاسلاميه ان شاء الله، يرفع علينا هذا الوباء. امين يا ربي. شوفوا لهنا البسكوي تاعي راهو خفيف، راهو الهواء فيه، نحاول ما نحطوش، واش ندير؟ نروح معاه غير بالعقل بهذا لاماغيز ونحلو لهنايا في لو بلاطو ديالي. هنا نروح معاه بالعقل كما راكم تشوفوا. كاين اللي يحب البسكوي خشين، كاين اللي يحبو رقيق، انا عن نفسي ما نحبوش خشين بزاف. نروح معاه غير بالعقل ونمشيه، اللي يحبو خشين يدير ان بلاطو شويه صغير على هذا بلاطو. كي شفتو لازم بابي كويسون، كاين اللي تقول لي ما عنديش بابي كويسون، قول لهم لازم بابي كويسون ولا هذاك بابي جورنال. زمان كانوا يديروا بابي جورنال، لكن دوكا كاين تاويل يديروا بابي كويسون. لهنا نديروا او فوغ، الفوغ كنت شعلتو على 180 درجه. البيسكوي ما يطولش ما بين 10 دقائق الى 12 دقيقه على حسب الفوق تاعكم. كي تمسوها كان الفوق تلقاو هذيك لاكوش نشفت لكم من الفوق، معناتها البيسكوي راهو طايب. يعطيك الصحه شيف، تنسوا مكالمه. انا مساء الخير. الو، مساء النور. مساء النور، واش راك لاباس؟ اختي مين؟ نعم راني فرحانه بزاف بزاف كي تكلمت معاك. لا غير الفرحه ليا ثاني كي تهضري معايا ونورتيني. شكون هو معايا؟ شكون اللي اتصلتي بيا؟ انا اخت ام انس ويوسف. ام انس ويوسف؟ ايه. مرحبا بك، مين راكي تتصلي بنا؟ نسلف. مرحبا بك، وحنا من ناس تسلف. واش راكي؟ واش راه من العائله؟ واش راه انس؟ واش راه يوسف؟ بزاف 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 كي تكلمت معاك. حتى انا اللي فرحانه بزاف بزاف بزاف. نسلم على الشاب كان اللي معاك كاع تقمر شي صاد، نسلم عليهم. برافو برافو برافو، تخي بيا وصلوا راكم طوب. شكرا، يعطيك الصحة، شكرا. واش راكي؟ واش راه من الحوايج؟ واش راكي تجربي الوصفات؟ واش راكي ديري؟ نيزاك مرات نجرب مرات نشوف، تعجبوني بزاف. طبعا دائما نقول لكم على حسب المقادير، واش يكون الثاني كاين في الدار نجربوا ونديروا. ياسر ياسر الله يحفظكم، وان شاء الله تبسطوا صوتي راكم ما شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة. عندك وصفة حابة تشوفيها مع الشيف؟ ما نشكرها ونقولها راكي هايلة. يعطيك الصحة. وماذا بيا الهداء صغير 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 صغير. عالسارة تعيشي. لخويا اسحاق محمد بمناسبة عيد ميلاده، وكل عام وانت بخير. ان شاء الله هيكون يسمع فيك، ونقول عيد ميلاد سعيد طوال العمر. كل عام اسحاق ما تنساوش هيك. يعطيك الصحة، شكرا. شكرا على اتصالك، نورت لنا، تبقى على خير. نرجع لك شيف. نيفين لهنا واش انا ندير؟ درت هذيك الكريمة السائلة نديرها تسخن. ودرت شوكولا دوبلي، الشوكولا ندوبها شويه، هاد الكريمه سائله تسخن، بعد ما تسخن نفرغها فوق هذيك الشوكولا، ندوب هذيك الشوكولا واش ندير لها؟ هاد الكاناجمونتي تحب تبات، هذيك الشوكولا تخلوها تشوفوها دايبه، تخلوها تغطوها بان بابي فيلم تخلوها تبات، غدوه من داك كي تبات طلعوها كومي كخان، تقعدوا طلعوا 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 حتى تولي لكم كريمه، واش زيدوا لها هذيك الكريمه بعد ما تبات؟ لازم تبات، ما يطلع لكمش الكاناجمونتي لو كان ما يباتش. كريمه سائله دوبتها، شوكولا دوبتها، نخلطهم مع بعض، نغطيهم بابي فيلم ونديرهم في الفريجيدار يباتوا، غدوه من داك نطلعهم بالباتور. اللي تكون مزروبه دير اون كريم شانتيي، دير لها عطر نوا كوكو، ودير لها لهنايا لا نوا كوكو، ولا دير لها عطر فخاز، ولا دير لها سيترون، ولا على حسب شوكو حابين لو بيسكوي ديالكم، ونزيد لها بيان سور لا نوا كوكو. لكن لا كاناجمونتي لازم تبات، طلعوها قدام داك تخي تخي بيان. لهنا نبي من فضلك شعلي لها النار تسخن. نروح لهنايا للبواسون ديالي. الرز راهو طابلي، كنت كان ورا فاروق مقبل وراه لنا طايب على حبه، ما خلطش فيه بزاف. لهنايا شوفوا لا كولور بالالوان ومع الحوت راهي الريحه تاعها شهي. لهنا نبدا نضيف الكريمه. الكريمه ما تضيفوهاش على مره، ضيفوا وخلطوا غير بالعقل باش ما باش تتخلط لكم تخي تخي بيان. نيفين لهنا تخلطيها وانا نجبد الكريمه نكمل نفهمهم من فضلك. ضيفيها غير بالعقل وقعدي تحركي، انا نطلع البسكوي غولي ديالي. طبعا لهنا ما بقالوش ويطيب البسكوي، ما تخلوهش يطيب بزاف، كي تخلوه يطيب بزاف راهو رايح يتكسر لكم كي تقلبوه. هذيك لا غاناج اللي قلت لكم عليها اللي راني ندير فيها شوكولا دوب ولا كريم ليكيد، لهنا انا كنت خدمت وحده الصباح ودرتها تبرد باش تشوفوا القوام ديالها. هاوليك القوام تاعها بعد ما تبات، شوفوها راهي شاده روحها. هنايا واش ديروا؟ تحكموا باتور وتقعدوا طلعوا 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 فيها حتى تولي لكم كريمه بيضاء،
وتجي خفيفة بزاف. زيدوا لها نواة كوكو وزيدوا لها لا كريم ليكيد نواة كوكو وعطر نواة كوكو وخدموا بها لو بيسكوي ديالكم. ما حبيتوش ديروا هكا قلت لكم ديروا كريم باتيسير ولا ديروا كريم شانتيي اللي يكونوا مزروبين ولا مثالي عندهم دراري ربيو طلعوا شويه شانتيي ديروا لها عطر نواة كوكو شويه نواة كوكو ولا عطر فخاز ولا عطر سيترون وانتم درتوا لو بيسكوي ديالكم. لهنايا عندي الكريمه على ما اظن راهي في الفريجيدار نيفين درتي لا كريم الله الله عجبتني لا كولور كيفاش تبدلت كي زدتي الكريمه. لهنا كي درنا الكريمه خلوه يغلي واحد زوج غليات ثلاثه ونطفوا له البلا تاعنا وهو واجد نرافقوه بالاروز بيان سور. يعطيك الصحه شيف كما راكم تشوفوا مشاهدينا هادو هما الوصفات لنا ها اليوم. كاين رز بفوي دماغ كاين طلبتوه منا بزاف بيسكوي غولي اللي طلبتوه ثاني منا بزاف بزاف باش تشوفوه. انا قلت لكم ان شاء الله اليوم نكونوا كملنا مع البيسكوي غولي وكونوا شفتوا كامل المراحل وكيفاش نديروه وشنو هما الاخطاء اللي كنتو ديروهم ثاني تكونوا تعلمتوا منهم وتتفاداوهم في البيسكوي الجاي ان شاء الله ماذا بيا كامل ينجح لكم ويستقبلكم. كاين هذيك المتصله اللي كانت تعيط لنا تاع تلمسان اللي عندها شحال ما تصلت بينا من جوله هي اللي تحوس على البيسكويت كانت تحوس على البيسكويت تقول لنا تجربته بكاع الطرق وما نجحليش. هاي ليك الكريمه كنت تشوفوا فيها انا خدمتها البارح لانه الكناش قلت لكم لازم يبات لازم تعطوا له الخاطر. شوفوا شحال راهي خفيفه تشهي خلوه تبعوا الطرق اللي قلت لكم انايا نضيف له شويه عطر نواة كوكو مع اني درت له لكن تال ما نحب نواة كوكو راح نزيد له زيد واحد زوج ملاعق نضيفهم لهاد الكريمه. لو بيسكوي هذا حيجي بزاف بنين لا حبيتو ديروه سيترون انا كنت درت صباح واحد سيترون كنت نزين فيه انا ونيفين في بلاصه العطر تاع نواة كوكو درت زاج دو سيترون ودرت اون كريم او سيترون درت اون كريم او سيترون درت ان بيسكوي سيترون ولا حبيتو ديروا فخاز ديروا شانتيي وديروا شويه فخاز وانتوما درتو ان بيسكوي على فخاز. نتلا هنا نتوما تلعبوا طفي عليها بخي ما نزيد لا كريم تزيد واحد الغليه ولا وطفي لها. لهنا نجيب لو بيسكوي انا نقول لهم يزيدوا لي شويه تاع الوقت معليش نسرقوا من الوقت تاع الطاوله تاع التقديم لازم نوري لهم لو بيسكوي كيفاش يجبدوه كيفاش يديروه طيب وكيفاش نقلبوه. حلي لي لهنا بابي كويسون فضلك نيبين انا البيسكوي لهنايا زدت له للنار باش يطيب لي لانه ما عنديش الوقت. شوفوا كيفاش طاب شوفوا كيفاش تنفخ لي شوفوا فاروق لا قدر يحتملنا شوفوا شحال راهو خفيف ما شاء الله. زيدي حليلي واحد هنايا نقلبوا عليه. لهنا الاروز تاعي راهو واجد كي درت الكريمه تغلي غليه زوج ونطفي له. لهنا الكريمه سائله تاعي راهي سخنه نفرغها على الشوكولا ونخليها تذوب. شكرا نيفين. لهنا راهو سخون لكن انا راح نقلبه لانه ما عنديش الوقت. نروح معاه غير بالعقل نتوما لهنايا غير يبرد شويه نحولوا هاد لو بابي كويسه وجامي تقلبوه فوق لو بلان دو طرافاي تقلبوه هكا فوق بابي كويسه ولا فوق ان تورشون. لهنا انا جربته شويه هو يشد شويه الوقت الطياب هكا نيفين فضلك تحي لي هذوك شكرا. ريحه نواة كوكو مع عطر الكوكو راهي دايره حاله شوفوا شحال طاب شباب شكرا نيفين. لهنا لازم يبرد شويه باش نروليه لكن انا لضيق الوقت انا راحه نقلبو دوكا باش ندير نروح معاه غير بالعقل. لهنا كي يكون بارد ما تخافوش منه البيسكوي ما تخافوش منه نتوما اللي تحكموا فيه ماشي هو اللي يحكم فيكم. هاوليك لهنايا شوفوا راهو سخون ما قدرتش برك نجيريه لكن ما تكسرليش وما لصقليش لاني استعملت بابي كويسه. كاين اللي في الدار يستعملوا ان تورشون لكن تورشون ولا بابي كويسه كيف كيف تقدروا ديروا به. لهنا واش ندير هو هكا ماشي سخون هكا هكا غير يدفى شويه واش ندير نبدا نرولي فيه على البابي تاع كويسه. لهنا كاين اللي ما يحبوش هكا خشين نجيب الحلال ونحبط له شويه هاد لو فوليوم باش ما يجينيش لو بيسكوي بزاف خشين. لهنا واش ندير راهو سخون ما قدرتش نتحكم كامل فيه. لهنا نورمالمون نخليه هكا يبرد بعد ما يبرد نعاود نحلو نشربو بهذاك لو سيغو تاعي. لهنا نعاود نحلو نوريه لهم شويه شوفوا عاوليك ما تكسرش بون تشقق لي شويه لانه راهو سخون
ندير له هذيك الكريمه. لهنا الكريمه راني حنديرها حدوب لي شويه لانه البيسكوي راهو سخون. لكن نتوما في الدار عطيني هذيك لاسباتول غوج، لكن نتوما في الدار ديروه في غرتكم حتى يبرد لكم باش تحلوه، لكن كثروا ليوه باش تخلوه يريح، روليوه هكاك دافي باش يجيكم باش ما يتكسر لكمش. كون تخلوه يبرد راهو رايح يتكسر لكم. انا لهنا تشقق لي شويه لانه راهو سخون بزاف. ندير الكريمه هذه كما راكم تشوفوا. لهنا الكريمه نتوما واش حبيتوا، فاكهه تقدروا تزيدوا له بانان، تقدروا تزيدوا فخاز، تقدروا تزيدوا معجون ديروه غير بمعجون، تقدروا ديروا كريم سيترون. حنا نوريو لكم لي كريم، نوريو لكم شحال من خطره الوصفات. خبوهم اشاك فوا بدلو كيما تحبوا. انا اليوم درتو نوات كوكو، اللي ما يحبش نوات كوكو ما يديرش نوات كوكو. لهنايا شوفوا لا كريم تاعي راهي تذوب لانه راهو سخون. نروح معاه غير بالعقل ونروليه. عطيني لو بانسو نيفين واش ندير هنايا، راني ندور فيه او ميم طون نشربو شويه. لو بيسكوي ما يسحقش يتشرب لانه راهو خفيف. شوفوا راهو خفيف، راهو يشهي. نقلب غير بالعقل، اكو تشوفوا ما تكسرليش. نروح معاه غير بالعقل، لكن خلوه يبرد، انا ما عنديش الوقت، راني استعملته سخون حتى الكريمه راهي دابت في يدي. لهنا واش ندير، نروح معاه غير بالعقل ونكمل نشربو هكا. التزيين لهنايا درت انا اون فاصون تري سامبل. هاد الكريمه واش ندير، نطليها عليه تري تري بيان، نحكم اون فورشيت، ندير دي زيكزاك بالفرشيطه، ودرت دي رافاييلو. عندي هذوك الحلويات تاع رافاييلو زينتهم به، الا تشوفوا هامليك كنت خدمتهم في البيت. المره الجايه نعطيكم الوصفه ديالهم. وعندي هاد الشوكولا ذوبتها في بابي كويسون، رميت عليها شويه كاوكاو مرحي شويه لا نوات كوكو، نقطعها هكا قطع ونزين بها لو بيسكوي ديالي. لهنا البيسكوي راهو سخون، بعقلكم خلوه يبرد، دهنوه بالكريمه، زينوه بلا فوخشات وخلوه يبرد، ومن بعد تكملوا له طريقه التزيين. صح حبيبتي. مشاهدينا خنروحوا فاصل ونعاودوا نلتقى في طاوله التقديم، ما تروحوش بعيد. رجعنا لكم بعد الفاصل، كما راكم تشوفوا اطباق شهية، اطباق هايله ما شاء الله عليها. دغيساج ما عندي ما نقول فيها، يعطيك الصحه شيف ناديه معروفه بالدغيساج ولي كولور. طبعا شكرا حبيبتي، يعطيك الصحه. الاطباق تاع اليوم سهله، لكن نوعنا فيها دوك نفهمكم هذا التنوع تاع لي بيسكوي. لو غي تاعنا هاوليك زينتو تزيين خفيف. لاصوص شوفوا شحال راهي تشهي، سورتو كي درنا لها كريم فريش. الا عندكم لو لي دو كوكو حتجي الطعم تاعها رائع. شوفوا لي كولور تاع الفلفل شحال بهاونا لاصوص ديالنا. لو بيسكوي اللي عطيت لكم الوصفه تاعو هاوليك، لو بيسكوي كوكو زينتو بحبه تاع الغافايلو، بهذوك قطع الشوكولا قلت لكم دورت فيها شوكولا وكسرتها عشوائيا وحطيتها زينت بها لو بيسكوي تاعي. هاوليك لو بيسكوي من الداخل كيفاش يجي، باسكو ما فين تقولوا لنا كيفاش ورونا الحاجه من الداخل. هاوليك شو قطعتو هذا جو بريزيس سي ان بيسكوي غولي. لهنايا هذا واش عندي درت له، كان عندي ان بيسكوي درت له شويه شانتيه شويه معجون الفريزه من الفوق زينتو بالفريزه. ما تصعبوش بزاف الحاله على روحكم، من حاجه خفيفه ديروا تنوعوا بزاف الاشياء، سورتو اللي عندكم دراري وعندكم تربيه ايتو. انا نفهم المراه الجزائريه. هذاك لي او سيترون واش درت لو ميم بيسكوي، درت له كريم او سيترون ولا ديروا شانتيي زيدوا لها شويه لو بو دو سيترون، ومن الفوق درت له لا ميغانغ وحرقتها شويه بالشاليمو. هاكو تشوفوا اشياء بسيطه نخرجوا منها بزاف حوايج. واش درت لي شوت تاع لي بيسكوي، كانت عندي كريم او سيترون درت شويه لي شوت لتحتها ودرت كريم او سيترون زينتهم بلا مورينغ. لهنا هاد لو بيسكوي كوكو اللي قعدوا لي لي شوت تاع لي بيسكوي واش درت، درت لو بيسكوي شربته بشويه لو سيغو، درت هذيك الكاناج مونتي تاع لو كوكو اللي خدمتها معاكم مقبل، ودرت شويه بيسكوي كاناج وزينتهم بحبه رافاييلو. انتوما في الدار تقدروا ديروا واش تحبوا، عندكم ان بوفي من حاجه وحده تخرجوا شحال من حاجه. هذا تاع لا فريز عندي كريم باتيسيا، درت لها شويه بيسكوي شويه معجون تاع الفريزه من الفوق تزيين شانتيي خفيف. وحنا درنا ان بوفي، تكون عندكم حفله ولا عرضه ولا ما تصعبوش على روحكم، من حاجه خرجوا شحال من حوايج باش
تنوعوا طابلة تاعكم وتجيكم الحطاب. لا لا عندي اهداء لوليد اختي نعيمه بن عنصر جوبونس يوسف وليد وسيله هدف عيد ميلاده الاول طلع عمر ان شاء الله قلوب ان شاء الله يا ربي حنين. شكرا ليكيب تكنيك، شكرا كامل رجال الخفاء، شكرا نعيمه فوف على ماكياج والمايسترو المخرج الرائع محمد الامين جنادي وحمزه ورضوان يعطيهم الصحه ربي يحفظهم ان شاء الله. مشاهدينا نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله وصفه جديده مقادير جدد. الى اللقاء.